قررت وزارة المالية إعفاء مدير الهيئة العامة للجمارك خالد مراد من منصبه، وقال الوزير علي عبد الأمير علاوي أنه بناء على ما جاء في الأمر الديواني المبلغ إلينا بكتاب مكتب رئيس الوزراء، تقرر إنهاء تكليف خالد صالح الدين مراد من مهام الهيئة العامة للجمارك وانقصار قويدي عباس من مصرف الرافدين بدلا منها، ويكلف بمهام مدير عام الهيئة المذكورة وكالة.